بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طاب مساكم مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليوم الحدث، البرنامج الذي نستعرض من خلاله ونتابع أهم وأبرز الأحداث على الساحة المحلية وكذلك مجموعة من الأخبار والتقارير والأحداث على الساحة العربية والعالمية. اليوم إن شاء الله سنكون معكم على مدار الساعة حتى الساعة الرابعة بإذن الله بمجموعة من الأخبار والتقارير والأحداث وكذلك متابعة لأبرز ما جاء في مواقع التواصل الاجتماعي. وأيضا اليوم حديثنا بشكل موسع حول البطولة التي تنظمها بلدية مسقط، طبعا بطولة بلدية مسقط للكريكت في نسختها الثانية 2017 بمشاركة 32 فريق. سيكون لنا حديث موسع حول هذه البطولة والنسخة الثانية من هذه البطولة، وسنكون معكم على مدار ساعة لمتابعة أبرز وأهم الأحداث على الساحة المحلية والعربية والعالمية. البداية مشاهدين الكرام بمتابعة لأبرز الأخبار المحلية والتي نبدأها مع منتخبنا الوطني الأول الذي بدأ مرانه مساء الأمس، وذلك استعدادا على أرضية الملعب الرئيسي لمجمع سلطان قابوس الرياضي ببوشر، والذي يأتي ضمن استعدادات المنتخب لتصفية الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا 2019 بالإمارات. وكان مدرب المنتخب الهولندي بين فيربيك قد أعلن عن قائمة المنتخب التي ستدخل المواجهة الرسمية أمام منتخب المالديف في 10 أكتوبر، كما سيخوض المنتخب مباراة ودية أمام المنتخب الأردني في 4 أكتوبر في مدينة دبي. وقد شملت القائمة المختارة 26 لاعبا، وهي نفسها التي ستسافر لدبي يوم غد الاثنين لمواجهة الأردن، وسيتم تقليص القائمة إلى 23 لاعبا قبل مباراة المالديف. شهدت منافسات دوري عمان تل العديد من المواجهات في خامس جولاتها، حيث ما زال نادي السويق مواصلا لتألقه هذا الموسم بعد فوزه على النصر بثلاثية نظيفة، كما شهدت أيضا فوز ظفار على فنجة بثلاثة أهداف لهدفين، لتواصل الفرق الأخرى بحثها عن جمع النقاط لملاحقة فرق المقدمة. متابعة إياكم هذه التفاصيل. الأحاديث كثيرة، ولكن هناك فرق ما بين التشابه والاختلاف. الجولة الخامسة من منافسات دورينا، العديد من المواجهات الصعبة انتظرتها فرقنا المحلية، فبعضها للتصحيح ما أتلفته الجولات الماضية، وبعضها لمواصلة النجاح تحت شعار لا نعرف التنازل عن طموحاتنا. فالسويق الذي خرج بالعلامة الكاملة في الجولات الأربع الماضية كان على موعد مع أقرب المنافسين نادي النصر، ففارق النقطتين جعله شعاع الشمس يمتد إلى 5 بعد فوزه على الفرقة النصراوية بثلاثية نظيفة. السويق العنيد وعن الصدارة لا يحيد. وأما الشباب كان لابد أن يحسن من وضعه ليحصد على بعض من النقاط تليق بشخصيته التي عاهدها الموسم الماضي، فرحل إلى البريمي لمواجهة النهضة وعاد سعيدا بعد فوزه بهدف نظيف حمل توقيع لاعبه فينيسيو. لقاء القمة بين ظفار وفنجة، تساءلت الجماهير العمانية عن عودة الزعيم للواجهة، ولكنها كانت مدركة أيضا من صعوبة المهمة أمام فنجة، فكاد الملك الفنجاوي أن يعرقل الزعيم، ولكن ما فعله لاوسن بيكاي جعل من ظفار يخرج بالنقاط 3. لاوسن بيكاي في مباراة العمر، وصح من لا يريد الخروج خاسرا أمام الوافد الجديد برباط بالرغم من طرد لاعبه ناصر سليمان في الشوط الأول، فخرج متعادلا بهدفين لهدفين، والعروبة جاء ليسجل فوز ثاني هذا الموسم بعد تغلبه على صحار بهدفين نظيفين، كما فاز المضيبي على مسقط بهدف، وتعادل السلام مع عمان دون أهداف. ونبقى وإياكم مع أخبار دورينا، ما إن سارت عجلة دورينا نحو المقدمة إلا وخرجت الكثير من النهايات الموسفة. فبعد الجولة الخامسة هناك أحداث كثيرة خرجت من قبل الأندية بتخليها عن مدربيها، ومن يدي قد يكون هناك المزيد مثل ما حدث في المواسم الماضية. نتابع وإياكم هذا التقرير.
كنا ننتظر منذ بضع أسابيع متى تأتي اللحظة التي يعلن فيها عن إقالة أو استقالة أو كما يحب البعض تسميته فسخ العقد بالتراضي. هذا التراضي لم يتأخر كثيرا، فقط 5 جولات تمكن فيها حبل الصبر من الصمود ليبدأ بعدها بالانقطاع شيئا فشيئا. سليمان خميس يبتعد عن تدريب فنجان لأسباب خاصة بالمدرب، كما نشر الحساب الرسمي للنادي ذلك قبل عدة أيام. البديل أعلن عنه يوم أمس، مدرب وطني آخر قاد مسقط في الموسم الماضي وقدم معه مستويات مميزة، لكنهم ارتأوا أن يبتعد عن بيتهم. محسن درويش مدرب لنادي فنجة للمرحلة المقبلة من عمر الموسم الكروي. بعد نهاية الموسم الفائت نادي عمان ينهي عقده مع المدرب الوطني إبراهيم صومار الذي أوصل الفريق إلى نصف نهائي بطولة الكأس. القادم كان مدربا برازيليا اسمه واغنر إندرادي، لم يقوى على المكوث لأكثر من 5 جولات ليأتي قرار إعفائه والبحث عمن يقود الدفة. خبر أزعج متابعي الكرة العمانية قبل أن يزعج عشاق العنيد النهضاوي. خليفة المزاحمي يعتذر عن إكمال المشوار مع النهضة بعد موسم سابق كان بمثابة التحضير لهذا الموسم، وهذا ما حدث حينما استمر خليفة، لكن النتائج السلبية في الجولات 5 الأولى حالت بينه وبين النهضة. الأحاديث تتسرب بين الحين والآخر من بيوت الأندية عن نية بعض الإدارات بالتخلي عن مدربيها لا سيما وأن فترة التوقف تعد فرصة لمعالجة الأخطاء. وإلى منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، حيث شهدت مساء أمس 5 مواجهات ضمن حسابات الجولة 5، حيث تمكن نزوى من تحقيق فوزه الأول هذا الموسم بعد فوزه على مستضيفه بهلة ب2-0. كما تمكن بوشر من الفوز على ضيفه المصنعة بهدف نظيف، وخرجت مواجهة مجيس مع السيب بتعادل سلبي. أما بدية فتمكن من الفوز على الرساق ب2-0، وبذات النتيجة انتصر صلالة على البشائر. أنهى مساء أمس المنتخب الوطني الأول للهوكي معسكره الرابع والأخير بمسقط خلال فترة من 25-30 من سبتمبر، وذلك استعدادا لخوض منافسات كأس آسيا 10 للهوكي. وتنطلق البطولة الآسيوية بمدينة دكا البنغلاديشية خلال فترة من 11 وحتى 22 من أكتوبر من العام الجاري، ويشارك في البطولة أفضل 8 منتخبات في القارة الآسيوية للهوكي. وقد شارك في المعسكر الداخلي الرابع 18 لاعبا ممن وقع عليهم الاختيار لتمثيل السلطنة في البطولة الآسيوية. وركز الجهاز الفني خلال المعسكر على خطط اللعب واللياقة البدنية والتهيئة النفسية للاعبين. كشفت اللجنة المنظمة لبطولة الخليج للسيارات لتحدي سباقات الكارتينج للتحمل خلال مؤتمر صحفي عقد مساء أمس بمقر الجمعية العمانية للسيارات عن تفاصيل البطولة التي تقام لأول مرة بالتعاون بين مسقط سبيدوي والعين ريسوي. وتضمن البطولة 4 جولات، تنطلق الأولى بمسقط في 13 أكتوبر المقبل لمدة 12 ساعة متواصلة، وتقام الجولة الثانية بمدينة العين بالإمارات في 23 نوفمبر المقبل لمدة 24 ساعة متواصلة، والثالثة بمسقط في 1 فبراير المقبل لمدة 24 ساعة متواصلة، فيما تختتم البطولة بإقامة الجولة الرابعة بالعين في 16 مارس المقبل لمدة 12 ساعة متواصلة.
انطلقت صباح اليوم المرحلة الأولى من النسخة الخامسة لمسابقة الأندية للإبداع الشبابي 2017-2018 والتي تنظمها وزارة الشؤون الرياضية، حيث تشمل المسابقة على ثلاث مراحل. تبدأ المرحلة الأولى خلال فترة من الأول من أكتوبر وتنتهي في 31 من ديسمبر وتكون على مستوى النادي، وتنطلق بعدها المرحلة الثانية خلال فترة من الأول من فبراير إلى 28 من فبراير 2018 ويتم التقييم فيها على مستوى المحافظة، فيما تقام المرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات خلال فترة من الأول إلى 31 من مارس 2018 وتكون على مستوى السلطنة. مواجهة كبيرة سواء في أرضية الملعب أو حتى في المدرجات. جول! رأسية براسية والبادي أظلم هكذا. الله 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 الله، ثلاثي الخطر الآن. صراحة نشوف مواهب كهذه، محتاجين نشوف قرارات كهذه. والله على باكورد، والله على هدف الجولة، والله على هدف الجولة، والله على هدف الأسبوع. حطها حط وأقول حطها حط، شوف اللعبة. صورة ما أجملها وصورة ما أروعها هنا في المدرجات، هنا في أرضية الملعب. اهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، نواصل وياكم متابعه فقرات برنامج الحدث، وننتقل وياكم الان الى السوشيال ميديا وابرز ما جاء في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفتره الماضيه. نبدا وياكم مشاهدينا الكرام من الحساب الرسمي للاعب مانشستر سيتي بنيامين مندي اللاعب الفرنسي الذي غاب عن الفريق بعد الاصابه التي المت به، وذكر بانه انتصار مهم بالامس الذي حققه السيتي على تشيلسي بهدف مقابل لا شيء. وفي تغريده اخرى ايضا لنفس اللاعب ذكر بانه قال لكم بانه فريق القروش، تشبيها لفريق السيتي، شبه هذا الفريق بالقروش. أيضا نبقى مع مانشستر سيتي، الحساب الرسمي باللغة العربية على تويتر ذكر: لا تقلقوا، غبنا عن الصدارة لساعتين فقط، مانشستر سيتي في مكانه الطبيعي. طبعا عودة مانشستر إلى الصدارة بعد الفوز على تشيلسي بهدف نظيف، هذه الصدارة فقدها لمدة ساعتين كما ذكر الحساب، بعد أن فاز مانشستر يونايتد على بالأمس على كريستال بالاس بأربعة أهداف مقابل لا شيء، والصدارة ما زالت متواصلة بين الفريقين بنفس الرصيد 19 نقطة، والفارق هو هدف وحيد فقط. نبقى مع الدوري الإنجليزي، وهذه المرة تصريح لمجلة أو جريدة التايمز البريطانية التي ذكرت أن كارلا أنشيلوتي بعد إقالته أخبر أصدقائه بأنه يفضل أن تكون وجهته القادمة في البريمير ليج، وكونتي صرح لراديو إيطاليا بأنه يفتقد موطنه. طبعا أنشيلوتي أقيل من تدريب بايرن ميونخ ودرب سابقا تشيلسي، وهناك حديث حول عودته للدوري الإنجليزي الممتاز. ذات الحساب أيضا الدوري الإنجليزي غرد في تغريدة أخرى للتايمز أيضا: مصادر مقربة من أنطونيو كونتي تشير إلى أن الإيطالي يفكر في الرحيل عن تشيلسي نهاية الموسم الحالي، طبعا بعد المشاكل الإدارية العديدة التي تواجهه مع رئيس النادي أبراموفيتش، وعدم الانتدابات، عدم أيضا قلب مجموعة من اللاعبين الذي يرغب بهم كونتي، وبالتالي هناك وجه ربط بين قدوم أنشيلوتي وخروج كونتي. حساب الدوري الإنجليزي باللغة العربية أيضا ذكر تصريح لبيب غوارديولا الذي تحدث عن تصويت انفصال كاتالونيا والذي سيكون مساء هذا اليوم أو هذا الأسبوع حول انفصال كاتالونيا أو إقليم كاتالونيا عن إسبانيا. ذكر بأنه يوم للديمقراطية، الأمر لا يتعلق بالقانون بل بما يريد الناس فعله في حياتهم الخاصة.
ونبقى مع غوارديولا، ولكن هذه المرة في تصريحه بعد الفوز بالأمس على تشيلسي بهدف نظيف يكمل مازحا اللعب على اليمين على اليسار، تغطية المساحات، السيطرة على مرتدات هازارد وويليان وبيدرو، هذه قواعد كافية. وطبعا هذه الخطة التي طبقها بالأمس الفوز على تشيلسي واعتلاء الصدارة بعد هدف دي بروين في ملعب ستانفورد بريدج. نذهب إلى القطب الآخر في مدينة مانشستر وهو اليونايتد، وهنا تغريدة للحارس الإسباني ديفيد دخية الذي ذكر بأنهم ما زالوا هنا ويقول تمتعوا بالإجازة الأسبوعية، طبعا سيتوقف الدوري. طبعا هذه التغريدة جاءت بعد أن فاز اليونايتد على كريستال بالاس كما ذكر بأربعة أهداف مقابل لا شيء. اللاعب الآخر في مانشستر يونايتد أيضا ماركوس راشفورد اللاعب الإنجليزي الذي ذكر في تغريدته بأنه انتصار كبير والآن سوف نذهب إلى التوقف الدولي، طبعا ستتوقف جميع الفعاليات الرياضية والأحداث الرياضية الكروية لمدة أسبوعين بالتوقف الدولي خلال هذه الفترة للعب تصفيات كأس العالم 2018. لاعب مانشستر يونايتد الآخر الإكوادوري أنطونيو فالنسيا ذكر بأنه ثلاث نقاط مهمة وهو سعيد لما حدث لمروان فلايني، أو كما ذكر هو مستر فلايني الذي سجل بالأمس هدفين ورد على جميع الانتقادات التي توجه لهذا اللاعب، والجميع فرح بتسجيل هذا اللاعب بهدفين مساء الأمس. نبقى وياكم مع مانشستر يونايتد، وهذه الصورة التي ذكرها الحساب الرسمي باللغة العربية وعلق عليها أساطير يونايتد، والتي يظهر فيها صورة تدريب السير أليكس فيرغسون، وهنالك أيضا اللاعب الإنجليزي ديفيد بيكهام الذين كانوا سوية في نفس الفريق طبعا لمدة 20 عام. سير أليكس فيرغسون بقي في مانشستر، وكذلك بيكهام الذي بدأ مشواره الرياضي في هذا النادي. إلى لاعب منتخبنا الوطني وقائد المنتخب لاعب نادي الهلال علي الحبسي الذي انتصر فريقه بالأمس بهدفين مقابل هدف على القادسية، وذكر في تغريدته بأنه انتصار جديد يحفظ الصدارة بتوقيت مناسب، تهنئة لجماهير الزعيم صدارتها وتحية لإخوان اللاعبين جهودهم المخلصة. وننتقل وياكم إلى إيطاليا ومع الحساب الرسمي للاعب الإيطالي كلاوديو ماركيزيو الذي وضع صورة له في مركز يوفنتوس، وهو بعيد طبعا عن كرة القدم في هذه الفترة ويبتعد بسبب الإصابة. صحيفة الماركا الإسبانية وضعت تشكيلة لأفضل اللاعبين تقييما في لعبة الفيفا 18 والتي وضعت أبرز اللاعبين وأكثر اللاعبين تقييما. طبعا هذه التشكيلة تلعب بالأربعة ثلاثة ثلاثة في حراسة مرمى نوير، وفي خط الدفاع ألفيس راموس كليني ومارسيلو، في خط الوسط هنالك توني كروس مودريتش وهازارد، بينما في خط المقدمة ثلاثي نيمار ميسي وكريستيانو رونالدو. شغف الجماهير وحماسهم، صدى الجماهير عبر قناة عمان الرياضية.
اهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، وطاب مساكم بكل خير. ننتقل وياكم الى فقره ضيف الحدث، حيث عقدت بلديه مسقط ممثله بالمديريه العامه للموارد البشريه ولجنه النشاط الرياضي بالبلديه يوم الخميس مؤتمرا صحفيا لسحب قرعه بطوله بلديه مسقط للكريكت لعام 2017 التي تنظمها البلديه للمره الثانيه على التوالي، وذلك بالتعاون مع نادي عمان للكريكت بالاضافه الى عدد من الشركات الراعيه للبطوله. وقد تم عقد مراسم القرعة بمبنى رئاسة البلدية بدارسيت، وسوف تقام هذه البطولة خلال فترة من 6 إلى 27 من أكتوبر القادم خلال أيام الجمعة بملعب منتزه الخرم الطبيعي من 6 صباحا إلى 5 مساء. لتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الآن في الاستوديو عبيد بن زايد المنوري، عضو اللجنة الرياضية في بلدية مسقط. أهلا وسهلا بك عبيد. أهلا وسهلا، حياك الله. الله حيك. رحب بك في برنامج الحدث والحديث حول هذه البطولة، بطولة بلدية مسقط للكريكت. في البداية نأخذ فكرة عامة حول هذه البطولة التي تقام في نسختها الثانية لهذا العام. في البداية أحب أشكر البرنامج الحدث على هذا اللقاء، استضافة بخصوص إلقاء الضوء على البطولة بلدية مسقط للكريكت. فالفكرة هي جاءت طبعا من فكرة بلدية مسقط. تعرف أن بلدية مسقط تضم تقريبا موظفين، وخصوصا الفئة الأجانب أكثر عن 400 و500 موظف ما شاء الله. فكانت هذه هي الفكرة، وهذه البطولة الثانية، كان في بطولة سابقة في 2008 وهذه هي الآن البطولة الثانية للكريكت. فهي الفكرة أن أيضا قامت نشاط رياضي لكافة الشرائح الموظفين في البلدية ما شاء الله، يعني بعدهم شوية من جو العمل وأخذهم إلى جانب صحيح رياضي صحيح مختلف شوية. صحيح المشاركات أكيد كثيرة، ولكن يعني البطولة الأولى التي قامت النسخة الأولى، لو تعطيني شوية أيضا تفاصيل عن ما كان فيها. البطولة الأولى كانت في 2008 في 2008، وطبعا كان يعني مخصصة بس في مديريات بلدية مسقط فقط، للبلدية كانت. فهذه كانت البطولة الأولى. أما البطولة الثانية هذه شوية كانت مختلفة شوية. مختلفة شوية. جميل، لكن فارق طويل طبعا 2008 2017 توقف، ولكن جميل هذه العودة صحيح بهذه الكيفية. البطولة هذه يشارك في 32 فريق، يعني 32 هذا فريق. هذا دليل انه الإقبال كبير على المشاركة، وهناك أيضا رغبة حتى من الفرق أن تشارك في هذه البطولة. صحيح صحيح، في فرق يعني كثيرة، تقريبا 32 فريق، ولكن تقريبا اكثر عن 40 فريق تقدمت للمشاركه، لرغبه المشاركه سواء مديريات وخارج ايضا المديريه، بس طبعا ملتزمين بعدد معين وجدول معين. فهذا ال 32 فريق. جميل، يعني 32 16 فريق تابع البلديه. صحيح نعم. جميل، حتى المديريات بعض المديريات مشاركات بفريقين. بفريقين اي نعم. هناك ايضا حدث عن الفرق المشاركه بشكل عام، هناك ايضا فرق تابع للشركات وايضا حتى فرق خاصه للفرق الاهليه. صحيح، في تقريبا 4 فرق تقريبا، هذه يمكن شويه يمكن تميز، في 4 فرق اهليه عمانيه. عمانية. 4 فرق أهلية عمانية تابعة لنادي عمان للكريكت. وأيضا في شركات راعية أيضا شاركت، شركة راعيات في شركات تقريبا أكثر عن 4 فرق أيضا شركات راعية، بالإضافة إلى مشاركة تقريبا لحد الآن نادي المصنع يمكن بيشارك بفريق للكريكت ما شاء الله، وإضافة إلى المديريات بلدية مسقط. جميل، يعني التنوع في المشاركين من مختلف الجنسيات وحتى صحيح من المواطنين. ايضا المشاركه في هذه البطوله تحديدا للكريكت، هل وضعت لي مساله يعني عدد المشاركين وعدد ايضا المتواجدين معكم في البلديه، يعني اختيار مساله لعبه الكريكت؟ ترى على حسب مثل ما قلت لك، انا تعرف بغينا بالنسبه للجوانب الرياضيه، بالنسبه طبعا عندنا فئات اجانب وايضا هم ايضا تقدموا ايضا بنفس الوقت، كان فكره، واحنا ايضا في طلبات من المديريات والموظفين اللي موجودين لهذه البطوله يعني. فبلديه مسقط طبعا قررت ان تقيم هذه البطوله. جميل، للمره طبعا الثانية. كان عندكم يوم الخميس المؤتمر، مؤتمر صحفي، ايش ابرز ما جاء في المؤتمر والحديث العام حول اللي جاء في المؤتمر الصحفي؟ هي طبعا عن البطوله والاستعدادات الفنيه ايضا في البطوله، حيث انها تكون طبعا في منتزه القرم، منتزه القرم الطبيعي، وتكون ايضا في يعني ملعبين، هيئنا الان ملعبين ومسرح ومكان الجماهير والجوائز، يعني فيكم جوائز للبطوله، فكان هي ابرزها اللقاء كان عن البطوله هذه. جميل، نظام البطوله كيف راح يكون بالنسبه لكم؟ خروج المغلوب. خروج المغلوب مباشره طبعا، اول 16 فريق وبعدين 8 فرق كذا خروج المغلوب. طبعا هي راح تقام على مدار شهر تقريبا، في كل اسبوع راح تقام يوم الجمعه كل مباريات. كل يوم، ايوه يوم الجمعه، يوم الجمعه من الساعه 6 صباحا الى المساء ان شاء الله. جميل، يعني ما شاء الله، يعني بالنسبه للشركات الراعيه
كان معكم في شركات شاركت بفرق وايضا رعت البطوله وقدمت العديد من المساهمات بالنسبه لها. صحيح صحيح، وهذا طبعا نقدم لها الشكر، وهي طبعا هذه يعني اكثر عن شركه في هذا المجال، ساهمت ودعمت البطوله وايضا في شركه بفرق. جميل. في اختلافات كثيره طبعا عن النسخه الاولى وهذه النسخه. اي نعم. ابرز هذه الاختلافات اللي تمت بالنسبه لكم. طبعا اول شيء الابرز طبعا المشاركه من خارج البلديه طبعا، وشاركت ايضا وهي الابرز مشاركه فرق عمانيه اهليه، وهذا طبعا هذا الاشياء اللي احنا نفتخر فيها يكون فرق اهلي عمانيه يعني، فهذه من ابرز الاشياء يعني اللي وايضا طبعا الشركات، في شركات كثيره داعمه، وهذا ايضا بحد ذاته ايضا يشجع لنا نستمر في اقامه مثل هذه البطولات. جميل. بالنسبه يعني مشاركه الفرق العمانيه اكيد امر مفرح، يعني لعبه مثل الكريكت مشهوره على مستويات الهند وباكستان وايضا الدول الاخرى، ولكن ايضا الفرق العمانيه حاضره فيها. صحيح صحيح صحيح، وهذا طبعا يقول لكم يمكن ابرز ما في هذه البطوله هي مشاركه عمانيه، وهذه ابرز ما يعني صراحه. جميل. يعني ايضا مساله اختيار القرم ك لاقامه هذه البطوله، ايضا اكيد هناك العديد من الاعتبارات وحتى منها الحضور الجماهيري، لان راح تكون قريبه ايضا من المناطق اللي يتواجد فيها المقيمين والوافدين. هي مثل ما قلت القرم تم في مكان يعني معروف وفي الوسط وقريب من الاماكن يعني في للمقيمين او المديريات كامل في النصر تكون. فهو مكان يعني، وحتى البلديه هيئت هذا المكان بكافه ملعبين، بيكون ملعب كبير، بيكون في ملعبين لاقامه مباراتين في اليوم ان شاء الله. جميل. في نفس الوقت يعني. جميل. يعني المساله التنظيميه راح تكون بالنسبه لبلديه مسقط، ولكن ايضا معكم تعاون مع نادي عمان. نادي عمان صحيح. ليش اقول التعاون بينكم وبين النادي؟ اكثر شيء في الامور الفنيه، لان هم طبعا مختصين بالتحكيم والامور الفنيه، هذه طبعا في لعبه كريكت هم ادرى في هذا المكان، فموجودين طبعا نادي عمان الكريكت، في موجودين عمانيين جزاهم الله بالخير، ما قصروا معنا، واقفين وقفه في كل الجوانب هذه. جميل. يعني ما شاء الله ايضا في فرق راح تشارك من خارج حتى مسقط. اي في خارج مسقط. حدثنا عن هذا المشاركه ايضا من خارج مسقط. هي طبعا اللي من خارج مسقط، اي في مارك مسقط بيكون فريق واحد فقط. فريق واحد. فريق واحد. كان في فريق ايضا من صحار، بس لحد الان مؤكد مشاركته، بس يكون فريق واحد من خارج مسقط، احتمال يكون نادي المصنعه. جميل. يعني النادي المصنعه هو النادي الوحيد اللي اعتقد كمسمى نادي يشارك في هذه البطوله. اي نعم. جميل. يعني ايضا دخول الانديه في هذا المجال، ودخول عالم جديد بالنسبه لهم، لعبه جديده الكريكت وليده هنا في السلطنه. صحيح. ولكن اهتمام الانديه فيها امر مميز. صحيح. وهذا طبعا نتمنى ان ايضا هذه البطوله تكون ايضا هي دافع للانديه الثانيه تكون تشارك في البطوله القادمه ان شاء الله. صحيح. كيف توقعاتك ان شاء الله للمنافسات اللي راح تتم والمستويات، خاصه ان 32 فريق الكل راح يتمنى انه يذهب الى ابعد مدى؟ والله اتوقع انها منافسه، بتكون منافسه قويه، لان تقريبا يمكن ابرز اللاعبين في السلطنه في متوزعين على الفرق المشاركه هذه، وايضا مديريات بلديه مسقط يعني ما شاء الله عندهم تقريبا كل مديريه بتشارك فريقين او ثلاث فرق، بس عاد تعرف احنا ملتزمين بعدد معين يعني. فتكون منافسه بتكون شريفه، بتكون منافسه جميله، بتكون بطوله صح مميزه. جميل. جماهيريا ومنافسه ايضا ان شاء الله. اتمنى لكم كل التوفيق، سواء كان في التنظيم وحتى في المستويات اللي راح تقدم، وان شاء لك عبيد على وجودك لهذا اليوم، وكل التوفيق لكم ان شاء الله في تنظيم بطوله، ونراكم ان شاء الله حتى من بعد إقامة هذه البطولة حتى ناخذ تفاصيل البطولة إن شاء الله. إن شاء الله احنا جاهزين على تتمة الاستعداد في أي وقت إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك عبيد بن زايد بن نوري، عضو رئيس لجنة النشاط الرياضي بلدية مسقط، على حضورك، ويعطيكم ألف عافية إن شاء الله. الله يعافيك. شكرا. إذن كان حديثنا مشاهدينا الكرام عن بطولة بلدية مسقط للكريكت 2017. سنتوقف وإياكم مشاهدينا الكرام مع فاصل قصير، بعد فاصل لنا عودة واستكمال بقية فقرات برنامج الحديث.